تشرفت باستقبال ذوي الشهيدين الشيخين الجليلين الدكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني، ويعني إن كانوا هم حضروا لشكري نيابة عن أخواني النواب، أنا أقول لهم إن حنا اللي نشكركم ونهنئكم على المفخرة اللي قام بها أبنائكم رحمة الله عليهم. النقطة المهمة اللي أريد أن أوضحها للجميع وأيضا بناء على طلب ذوي الشهداء بأن تكون في العلن، هو مطالبتنا بمتابعة من قام بهذا الاعتداء الغادر، ونؤكد بأن الدم الكويتي ليس دما رخيصا. وقد خاطبت سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمعنيين بأننا سنقوم بملاحقة المعتدين ونستعمل كل السبل والطرق الدبلوماسية والبرلمانية أيضا لملاحقة ومتابعة هؤلاء الغدرة. المهم أيضا أن نعرف بأن كل ما هو وفق قدراتنا يجب أن نبذل الأسباب ونستخدمه، وما يفوق قدراتنا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن يعني أؤكد للجميع بأن مجلس الأمة ممثلا بجميع النواب وأيضا بعض النواب الذين حضروا هذا اللقاء لن يقصروا، وواجب عليهم أن يقوموا بكل ما يمكنهم القيام به تجاه ملاحقة هؤلاء المعتدين الإرهابيين، وذلك أضعف الإيمان. الأمر الآخر أيضا أرسلت رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بوجوب إعطاء حقوق أبناء الشهداء كل الامتيازات الخاصة بالشهداء وذويهم، وأنا واثق كل الثقة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء سيتجاوب مع هذا الطلب. ويكفينا فخرا أن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أسماهم بالشهيدين. كذلك يعني يجب أن أوجه شكري إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بأنه فعلا طبق مقولة هذيلة عيالي، وقد كان ذلك هو شعور ذوي الشهيدين وهو ما أكداه لي في لقائنا اليوم. وقلت لأبنائهم أيضا اليوم حتى منهم من هم صغار السن يعني جدا بأن ستعيشون بفخر إلى أبد الآبدين، ويكفي أن تدخلوا أي مكان وتذكروا أسماء والدكم سواء الدكتور وليد العلي رحمه الله أو الشيخ فهد الحسيني رحمه الله، وذكر هالاسمين يكفيهم فخر.